وفي سياق ذاته وللحديث بشكل مفصل عن حملة دفء الشتاء 2 ينضم إلينا مدير الشؤون الإنسانية في سرمدة السيد طارق العلي. أرحب بك سيد طارق معنا في هذه النشرة. أهلين أستاذين، حياك الله. تحية لك سيد طارق. بداية لو تحدثنا أكثر عن حملة دفء الشتاء 2. تمام أستاذ. تعرف قيادة المحررة أطلقت حملة دفء الشتاء من فترة، كانت الأولى، وإن شاء الله اليوم تابعنا المرحلة الثانية، امتداد المرحلة الأولانية الأولى. وطبعا راح نخدم أكثر من 5000 عائلة. التوزيع راح يتم في مخيمات أطمي ومخيمات سرمدة إن شاء الله. نعم سيد طارق، ما هي الفوارق بين هذه الحملة وبين حملة دفء الشتاء 1 من حيث عدد العائلات المستهدفة أو حجم المناطق المستهدفة؟ طبعا أستاذ، هي امتداد الحملة للمرحلة الأولى بحملة دفء الشتاء، ولكن مثل ما بتعرف أستاذ، المرحلة الأولى تركزت بالقرى والبلدات المحاذية للنظام المجرم. المرحلة الثانية إن شاء الله راح تستهدف أو تتركز بالمخيمات إن شاء الله. إن شاء الله. هل سيكون هناك دفء الشتاء 3 في هذه السنة؟ أما الحملات في هذا الشتاء ستقف عند الحملة الحالية؟ تمام أستاذ، نحن مستمرين إن شاء الله حتى تخديم كافة أهلنا بما التدفئة التي لم تصلهم هذه الخدمة من قبل شركائنا بالعمل الإنساني إن شاء الله. إن شاء الله. قبل أن يعني أنهي الحديث، كم يوم ستبقى هذه الحملة سيد طارق؟ إن شاء الله حتى تنتهي من 5000 عائلة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يومين أو أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. مشكورون على هذا الجهد الكبير سيد طارق. سيد طارق مدير الشؤون الإنسانية في سرمدة، أشكرك جزيل الشكر.